راك ضغوطات الحياه والستريس كتلقى واحد الفرصه انك كتجي كتفرغ داك اخويا داك الضغوطات ديال الحياه اليوميه كتجي واحد وسيختو ملي كتكون واحد الفنان ديالك انت معجب به كتجي كتفرج يعني كتجيب بسير مسالم وكتمشي بحالاتك هكاك الحضور قليل لان كاين واحد الفئه الله يهديها كنقول يعني هكا فرانشمون كتقول الناس قاطعوا ما عرفتش علاش اشنو الهدف ديالهم باش يقاطعوا مهرجان يعني دايره الدوله لينا لصالحنا كتجي كتفرج تونا غيانا باغت ما كتعطي والو من جيبك سي غاتوي بغيتي تقاطع قاطع شي حاجه اللي يعني مثلا كتاثر عليك ماديا انت كشخص اما هذا راه مهرجان راه مهرجانات كاينه في مصر كاينه في الامارات كاينه في السعوديه كاينه بارتو جيت على وديت موسيقى كيعجبوني لي ميوزيك ديالو كنحماق على لي ميوزيك ديالو موسيقى زوينين وعنده محتوى زوين وتصفيقات حاره عليه ومن هذا المنبر انا كنت معهم في هذه القضيه اللي داروا مقاطعون على حسب موازين ولكن ملي شفناهم بلادهم داروا تاهما موازينات وشفناهم لبنان كاينين بزاف داروا تاهما البارح داروا البارح تاهما موازينات دونك حاجه عاديه ما كنا معاهم في الاول وهذه هي الدنيا حنا فرحانين بزاف تنظيم موازين اللي اعادته باول ان شاء الله حنا فرحانين بزاف وعاد وجينا نتفرجوا في السهره تاع الطفرافات وكنتمنى التوفيق لجميع السهرات انا جيت على ود ولدي بغى يتفرج في هذه السهره اليوم انا جيت على ودو معاه ماشي كيسيون القرايه بغى يعيش هذا الجو انا جبتو يعيش هذا الجو مايمكنليش نتلقاو ونجيب واحد يسوى هذا هو المهم عندي انا عندي الغرض هذا الوليد هذا جيت باش نتفرج كنتفرج لها في اليوتيوب وجيت لهنا موازين بغيت نفوش شويه ونسمع الاغاني وهذا الشيء راه عجبنا بزاف ملي موازين رجعات من بعد 4 سنين راه عجبنا بزاف هذا الشيء والامن داير خدمته والله جزاكم بخير